أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طرق الوقاية منهم؟ مأجورين؟ نعم، للجن وشياطين الجن لهم تأثير على الإنس بالوسوسة، بالمس، ومداخلة الإنس وأذيته، وقد يقتله، قد يقتل الجن الإنسي. ولا يعصم من الجن إلا الاستعاذة بالله، استعاذة بالله من شر الجان وعين الإنسان، ويستعمل الإنسان الورد والدعاء ويلجأ إلى الله، الله جل وعلا يحميه ويحفظه من أذى الإنس ومن أذى الجن. نعم.